أهلا بكم في إختار كارت. موضوع النهاردة العلاقات الثلاثية، حنشوف جوسسة فيما يخص الطرف الثالث والحبيب، وربما تظهر حاجات جديدة بتخصكم أنتم المشاهدين. قبل ما نبدأ القراءة نعتذر عن التأخير المطول، يعني نعتذر للمشتركين الأحباء على التأخير ده، ونشكركم على صبركم لنا وعلى دعمكم للقناة في غيابنا، ويعني نرحب بالمشتركين الجدد. نبدأ إن شاء الله القراءة حسب طاقة أول حرف من اسم الحبيب. المجموعة الأولى: تاء سين غين ياء ذال لام صاد جيم زين عين تاء ألف واو ضاد، أو اختيار الخنفساء الأخضر ده الفرعوني. تمام. المجموعة الثانية: كاف نون دال خاء طاء حاء راء هاء قاف شين ضاد فاء باء ميم، أو اختيار الخنفساء الأزرق ده. اختاروا سواء بالأحرف أو بالأحجار دي. تمام، خدوا وقت وقفوا الفيديو واختاروا الأحرف قدامكم. تمام، الأحرف قدامكم اختاروا. هنفتح الإنارة شوية، ربما مش واضحة قدامكم أهو. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي أو الخنفساء الفرعوني من اللون الأخضر ده. بعدين نرجع لأصحاب المجموعة الثانية. زي ما عودناكم في قناتنا هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم، بتاعت الطرف الثاني والطرف الثالث. كتير من الناس يعني مش هتعرف أو ما تعرفش تحدد نفسها في القراءة، خاصة في قراءة العلاقات الثلاثية. المشاهد لهذا الفيديو هو الطرف الأول في القراءة وليس في العلاقة، الطرف الثاني اللي أنتم في علاقة معه، الطرف الثالث اللي هو في علاقة مع الطرف الثاني اللي أنتم في علاقة معه. تمام. سنحدد ذلك باختيار الصور التي تمثلكم، تمثل الطرف الثاني والطرف الثالث، بعدين الورقة اللي قبلها والورقة اللي بعديها. أهي ظهر طاقتكم أنتم في الأول، نشوف طاقة مين تظهر في الثاني. طاقة الحبيب، وأخيرا طاقة الطرف الثالث. هنشوف عاملة ازاي، أو أصلا صورة الطرف الثالث مش عاوزة تطلع. يلا، جايبين قرارك، انت رايحة فين؟ عاوزة تستخبي فين؟ جايبينك. يلا حول قوة الا بالله. في ايه يا ناس؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ سبحان الله، بصوا مستخبية فين الطرف الثالث؟ شفتم الطرف الثالث مستخبي فين؟ هنشوف كده، بما انها جت مع طاقة الحبيب فهنشوف ايه الموضوع، بعدين نحلل. تمام. يلا نبدأ على بركة الله القراءة. غالبا لو لما نشوف الكروت كده في حاجة دفع الحبيب هنا بتاعكم انه يقف، انه هو دلوقتي واقف في مفترق الطرق ما بين قرارين، مش قادر ياخد يعني القرار الأخير، القرار اللي هيحسم الموضوع او المشكله اللي ما بينكم انتوا الثلاثه. غالبا الحبيب هنا في حيره من امره، اختيار ما بينكم ما بين الطرف الثالث، لانه غالبا الطرف الحبيب بتاعكم اكتشف حاجات عاوز يعرف مين فيكم اللي عملها. هل هو الطرف الثالث؟ هل هو انتم؟ محتار، مش يعني لسه ملقاش الدليل المادي الذي يدين واحدة فيكم أو واحد فيكم.
تمام، بما ان القراءة دي موجهة للجنسين، للرجالة او للستات. الحبيب هنا جات له معلومة او اكتشف حاجة عاوز دليل عليها، والطرف الثالث عارف بالموضوع ده، عارف بالموضوع ده ويراقب الحبيب ويراقبكم انتوا كمان. الطرف الثالث بيراقبكم انتم ويراقب الحبيب، لانه الطرف الثالث عارف باللي هو بيدور في عقل الحبيب بتاعكم. لما نيجي لتقدكم انتم، غالبا انتم ناس روحانيين او ظهوريين او نورانيين، زي البعض ما بيقولوا على النورانيين، عندكم احساس جواكم، وغالبا البعض منكم هنا بتدوروا على فتح بوابة، فتح عين تالتة، يعني حاسس سادسة، في إحساس جواكم عاوزين تكتشفوه، يا إما تواصل مع الروحانيات بتاعكم، يا إما عاوزين تكتشفوا بالطاقة الروحانية بتاعتكم أو بالتخاطر أو بعلم الأرقام، حاجة زي كده. إيه اللي هو مستخبي؟ أنتم قاعدين في شبه عزلة، يعني من يعني عن طريق أو شبه عزلة ما بينكم وما بين الحبيب، مش عاوزين تدخلوا في الحوارات واللف والدوران والكلام والاتهامات وده وده وده، لا، قاعدين لوحدكم بتدعوا ربنا، يعني مستندين بطاقتكم الروحانية، لأن البعض منكم هنا حلمتم باللي بيحصل أو حسيتم باللي بيحصل، أو البعض منكم عندكم إدمان على الطاروت لدرجة أنكم يعني دايماً تترقبون إيه اللي هيحصل، إيه هتكون ردة فعله، يعني هيحصل كذا هيحصل كذا، تمام؟ تمام، دي طاقتكم العامة. تعالوا نشوف دلوقتي طاقة العلاقة ما بينكم انتوا التلاتة عاملة ازاي، هل هيكون فيها تطور في الأخبار أو في الأحداث. سنضيف ثلاث كروت للكروت بتاعكم الرئيسية. الكارت الأول، الكارت الثاني، والكارت الثالث. يلا نخلط جميع الكروت. نفرشها دلوقتي. مين ده؟ قلت لكم انتوا طاقتكم طاقة حلوة. غالبا البعض منكم انتم مطلقين او منفصلين. فهمنا كل حاجة دلوقتي، دلوقتي عشان نضحككم، دلوقتي هنشوف دلوقتي هيكون في ايه. بص، قلت لكم في طاقة الحبيب انه اكتشف حاجة، الحاجة دي اكتشفها ضد الطرف الثالث وفي صالحكم انتم، لان هنا غالبا انتم يا اما منفصلين يا اما متباعدين يا اما في علاقة باردة يا اما مطلقين تماما، تمام؟ لان هنا انتم بتبصوا لحياة جديدة، لعلاقة جديدة وكل حاجة، زي ما لو كان البعض منكم هنا دخلتم فضول، لانكم يأستم من ان يكون في حل في المشكلة اللي انتم عايشينها دلوقتي في العلاقة الثلاثية دي. لكن طاقة الحبيب في العلاقة معاكم طاقة محبة، طاقة اشتياق للأيام السعيدة اللي كنتم تقضوها مع بعض، اشتياق للحب والحنية والاحتواء اللي كان ما بينكم، ذكريات كتيرة بتيجي في عقله، أول ما يخش البيت، أول ما يحط دماغه في على السرير بيفتكركم، خاصة اللي هم متباعدين جسديا، لأن البعض منكم هنا أنتم في بيت واحد لكن كل واحد في أوضة، متجوزين لكن عايشين زي الإخوة في البيت، عكس مع الطرف الثالث، لأن الطرف الثالث غالبا هنا ما بين الحبيب والطرف الثالث يا إما فيه عيال، يا إما الطرف الثالث هو هي أمه أو حد مديرة في شغله أو حاجة زي كده، أو شريكة في الشغل بتاعه أو واحدة أغراته بالفلوس، فهي بتدور دلوقتي إزاي تعمل عشان تقلب الكفة لصالحها، لأن هنا غالبا بنشوف إنه الطرف الثالث يتلصص على الحبيب، هل رجع ليكم، هل ناوي إنه يرجع ليكم، بيفكر على أي طريقة يقدر بيها يقنع الحبيب على إنه يبص له مرة تانية أو يديله الحنية والحب والاهتمام اللي كان متعود عليها سابقا الطرف الثالث مع الحبيب بتاعكم.
دي كانت طاقة العلاقة ما بينكم. نيجي دلوقتي ندخل في تفاصيل القراءة. إيه هي حيثيات تكملة لطاقة العلاقة وطاقتكم أنتوا الثلاثة؟ بشوش عليا يا بت يا بت، دايما بقول لك يا بت بشوش عليا، سيبوا الكروت تتكلم لوحديها بس مش بالشكل ده. بضحك معاكوا. يلا تعالوا نشوف الأوراق هنا عند كلنا. إيه تعالي يا بت هنشوف. بصوا غالبا هنا في العلاقة بتاعتكم فيه طرف عاوز يتحكم في العلاقة بأكملها، فيه طرف بيشد وطرف بيدي، فيه طرف بيدي كتير وفيه طرف بياخد كتير، لكن مفيش واحد فيكم بيدي بطريقة متوازنة، على قد ما ياخد على قد ما بيدي، سواء الحنية سواء اهتمام سواء فلوس سواء أي حاجة، أي كان الحاجة دي اللي انتم متبادلين فيها. لكن غالبا هنا في أسرار، أسرار ستكتشف يعني تكتشف، والأسرار دي تخص أقول لكم فلوس ضاعت، أقول لكم ذهب اتسرق، أقول لكم فشل أو كارما رجعت على الطرف الثالث والحبيب، لأنه الأسرار دي اللي هتكتشف ستفضح حاجات كتيرة وحتقلب موازين العلاقة بأكملها، سواء معكم سواء مع الطرف الثالث سواء مع الحبيب، وحتاخد العدالة مجراها، هتاخد العدالة مجراها. البعض منكم هنا بتفكروا على الطلاق، البعض الآخر بيفكر أو لسه أنتم في صدد الطلاق، أو في عندكم مشاكل في المحكمة بتخص ورث أو بتخص حقوق مادية لعيالكم، حقوق مادية ليكم، أو دفعتم قضية إهمال عائلي، حاجة زي كده. لكن الحقوق دي هتيجي ليكم إن شاء الله، وهتكونوا أنتم المسيطرين في النقطة دي. ليه قلت لكم سبحان الله أصحاب المجموعة الأولى القراءة بتاعتكم جت زي ما لو كانت كارما، كارما الطرف الثالث وكارما الحبيب، انقلاب الموازين رأسا على عقب. حاجات اللي هتسمعوها دلوقتي هتقولوا لا انا الظالم عايش حياته وانا المظلومه وانا مش عارفه ايه، يوم ما هتنقلب الموازين وما بقالهاش كتير وقتها هتفتكري الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي او بقوله لكم دلوقتي، انكم هتشوفوا الاعداء بتاعكم واحد واحد ياخد ثمن جزاؤه للظلم اللي ظلمكم بيه، سواء حبيب سواء طرف تالت او صديق او اي حاجه، لانكم انتم في طاقه الأشهر اللي جاي أو الشهر اللي جاي أو الأيام اللي أنتم فيها، أيا كان الوقت اللي شاهدتوا فيه هذا الفيديو، لأن طاقته مفتوحة تمام بطاقة الكينج أوف بنتيكل والكينج أوف كابس والهاي بريستس وكمان ذا ويل أوف فورتشن، طاقة مفتوحة لخمس سنين من اللي قدام. ما تقوليليش أنا هستنى خمس سنين اللي قدام، بقول لك طاقة القراءة وليست طاقة إنها هتستني خمس سنين. يعني أي حد فتح الفيديو ده في الخمس سنين من وقت اللي هتشوفوا الفيديو ده لخمس سنين لقدام، كل دول اللي هيفتحوه 80% 70% 75% الطاقة هتنطبق عليهم، اللي هي رجوع حقوق مادية وحقوق كارمية. كارما هترجع على الحبيب، على الأعداء، على الظالم، على الطرف الثالث، وهيكون فيه نجاح ليكم وانتصار ليكم وتفوق ليكم في جميع المجالات إن شاء الله. وخاصة وخاصة اللي أشهدت مؤخرا أو فقدت عيل أو عندها عيل تعبان الأيام اللي فاتت دي أو الأيام دي. بعد سبع نقاط أقول لكم، سبع أيام أقول لكم، سبع أسابيع أقول لكم، سبع أشهر تكون الكارما دي اكتملت وحقوقكم أخدتوها والفرحة دخلت قلبكم ودخلت بيتكم ودخلت عتبة البيت، وتكونوا انتم المسيطرين وانتم المنتصرين وانتم اللي هتاخدوا حقكم تالت ومتلت من الظالم، والظالم هياخد حقه تالت ومتلت
من كل ظلم ظلمه يعني ظلمه لكم. تمام؟ تمام. ايه كمان؟ هل فيه تفاصيل اخرى بتخص علاقة الحبيب مع الطرف الثالث، سواء خروج الطرف الثالث او اي حاجة هتفضح الطرف الثالث؟ قلنا خروج، وهيكون فيه خروج الطرف الثالث وبجدارة، وهيحاول الطرف الثالث يثبت عكس ما اكتشفه الحبيب، لكن الحبيب هيكون مصمم على انه خروج الطرف الثالث من العلاقة هيكون خروج أبدي وخروج لا رجعة فيه. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ سبحان الله. بصوا أصحاب المجموعة الأولى، تصدقوا ولا ما تصدقوش، انتم والحبيب علاقة قدرية من عند ربنا، علاقة قدرية من عند ربنا. بمعنى، لأنه في ناس كتيرة في التعليقات بتقول لي، بتسألني يا مدام كارمن ايه معنى العلاقة القدرية. العلاقة القدرية هي ان الانسان مكتوب لك من عند ربنا انك تتلاقي معاه وتتجوزي معاه، او الانسان ده يكون في طريقك لغرض ما، ربنا بيعلم الغرض ده، سواء يعلمك ايه معنى الطيبة، يعلمك ايه معنى الصبر، يعلمك دروس، حتى ولو كانت الدروس دي يعلمها لك بالقساوة. فغالبا الحبيب هنا علاقة قدرية تربط ما بينكم وما بين الحبيب. لهذا حتى ولو انتم متطلقين منفصلين في علاقة باردة، سترجع المياه لمجاريها، ويحاول الحبيب استرجاعكم في حياته، أو إرجاعكم في حياته، بعد إيه؟ بعد ما يتفوق على المشاكل والضغوطات اللي هو هيكون فيها أو اللي هو فيها حاليا. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم، بعد ما اكتشف حاجات بتخص الطرف الثالث، إن الطرف الثالث خاين، إن الطرف الثالث بيسرق، إن الطرف الثالث كذب عليه، هيتحمل الحبيب الزلات بتاعه، الغلط بتاعه، وهيتقبل الكارما اللي هتجيله. ليه؟ لأنه هيكون بيعترف لنفسه إنه كان ظالم معاكم، وكان ظالم مع ناس كتيرة، حتى مع نفسه، فهيتحمل الكارما دي، ويحاول إنه يصلح من نفسه، ويدور على الطريقة الصحيحة، أو الطريق الصحيح، أو الوسيلة الصحيحة، أو الفكرة الصحيحة اللي هيقدر بيها يتخطى بعد الكارما دي كل المشاكل اللي كانت ما بينكم، ويحاول إنه يعمل خطوة جديدة معاكم على قدم وساق، وبدليل مادي يثبت حبه ليكم، وإنه مش هيعمل غلطة زي ما اللي عملها سابقا. وكمان فيه طرف رابع هيدي الحبيب ظهره للطرف الرابع ده، اللي هو الأهل، أم، أب، أخ، عم، خالة، أيا كان اللي كان واقف ضدكم انتوا، هم كمان هيدي لهم الحبيب ظهره، بعد ما هيصلح الحالة بتاعته، ويدور على الطريقة الصحيحة عشان يكسب قلبكم مرة تانية، هيدي ظهره للكل ده، يخرج الطرف التالت، يدي ظهره لأهله، ويلقى الوسيلة اللي هيرجعكم بيها للعلاقة، أو يرجع بيها للعلاقة معاكم. دلوقتي انتم تختاروا يوم ما يرجع، هل هترجعوا معاه ولا لا؟ لأن الرجوع بتاعه هيكون رجوع حقيقي، وهيكون رجوع مش هيكذب عليكم، يعني هيكون إنسان صادق في قلب في مشاعره، وفي كلامه، وفي كل حاجة هيوعدكم بيها هيكون صادق فيها. تمام؟ ليه؟ لأنه هيصارح نفسه بالظلم اللي ظلمكم بيه، واللي ظلم نفسه بيه، والورطة اللي حط نفسه فيها، هيتحمل ده كله كعقاب ليه، وبيتحمل الكارما، بعدين زي ما قلت لكم يصلح كل حاجة ويتقرب ليكم. دلوقتي لما يرجع القرار ليكم، انتم تقبلوا برجوعه ولا لا.
طب إيه هي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الحمل، برج السرطان، برج الأسد. 80% برج القوس، برج الدلو عفوا، وبرج الجدي. 60% برج العذراء، برج الجوزاء، وبرج الحوت. 50% برج الميزان، برج الثور، وبرج العقرب. ما تنسوش لايك للحلقة فضلا وليس أمرا، وإذا ما كنتش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس يصلك كل جديد منزل. تمام تمام. نمر دلوقتي أصحاب المجموعة الثانية. أصحاب المجموعة الأولى إذا عاوزين تكملوا معنا المجموعة الثانية يمكن يكون في معلومات ليكم، فتمكن يمكن قراءة يكونوا متكاملين، فإذا عاوزين تستمروا معنا استمروا معنا. كمان عندنا قناة تانية هتلقوا الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. بننزل فيديو كل يوم أحد فيها، مش بننزل كل يوم، هنا كل يوم في القناة دي كل يوم إن شاء الله ابتداء من النهاردة، وكل يوم أحد في القناة الثانية هيكون في فيديو. عندنا قناة على تيك توك مخصصة لعلم النفس، فضفضة وحل مشاكل الناس مجانا. تمام تمام. شكرا لاشتراككم معنا في الثلاث قنوات. نمر للمجموعة الثانية اللي اختاروا الخنفساء الأزرق ده، أو بالحرف من اسم الحبيب من الأحرف دي: كاف نون دال خاء باء حاء راء هاء شين ضاد فاء باء ميم، قاف شين ضاد فاء باء ميم، أو اختيار الخنفساء الأزرق. نبدأ على بركة الله مع طاقتكم عاملة ازاي، انتوا الثلاثة طاقتكم عاملة ازاي. تمام تمام. يلا الحبيب انتم والطرف الثالث. ناس كتيرة بتتلخبط في انها تحدد وضعيتها في القراءة. المشاهد لهذا الفيديو انت الطرف الاول، الكارت ده يمثلك. انتم في علاقة مع حد، او الحبيب، الكارت ده بتاع الحبيب. الحبيب في علاقة مع طرف ثالث، الطرف الثالث اهو. يعني انتم الطرف الاول في القراءة وليس في العلاقة، الحبيب بتاعكم الطرف الثاني، والطرف الثالث هو الطرف الثالث اللي هو في علاقة مع الحبيب بتاعكم. تمام تمام. نخلة الكروت ونضيف لكل كارت من الكروت الثلاثة دول كارتين يمثلان طاقة كل واحد فيكم. طاقة الحبيب، طاقتكم انتم، وطاقة الطرف الثالث. نبدأ بطاقتكم انتم. غالبا أصحاب المجموعة الأولى في ناس استمرت معنا لأن طاقتكم موجودة كمان في الكروت. طاقتكم متشابهة مع طاقة الطرف الثالث. هتقولي لي أنا مش زيها وأنا أحسن منها ومش عارفة إيه، ما جيتش في المقارنة ما بينكم. لا، طاقتكم مع بعض، إنه طاقتكم أنتوا الاتنين عندكم نفس الطاقة لكن ليس نفس الطريقة. هتشرح. بابين جسرين. تمام تمام. هنا المنظار اللوب، وهنا الشجرة اللي فيها طاقة روحانية. تمام تمام. انتم بتدوروا على حقيقة ما لإخراج الطرف الثالث، أو إزاي هيخرج الطرف الثالث من العلاقة، لكن طريقتكم انتم طريقة سلمية، طريقة روحانية، طريقة زي ما لو كان عندكم حساسات، زي ما لو كان عندكم حلم حلمتم بيهم بتستنوا تحقيق الحلم ده. لكن الطرف الثالث هنا عاوز يكتشف كمان هو مين اللي هيبقى في العلاقة، لكن بطريقة مش يعني إيجابية بتاعتكم، لا بطريقة سلبية، بطاقة سلبية، بطاقة سحر، بطاقة شعوذة، عشان يعرف إزاي يطلعكم من العلاقة أيا كانت الوسيلة. بالنسبة له الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة.
فانتم بتفكروا بالدعاء، بتفكروا بطاقة روحانية، لكن الطرف الثالث بيفكر ازاي بيعمل او يضاعف الاسحار او يجدد الاسحار اللي عملها سابقا، او يحضر اسحار جديدة عشان يقدر يفرقكم ما بينكم، يفرق ما بينكم وما بين الحبيب، او يجعل الحبيب لا يفكر فيكم ولا يحبكم بتاتا. لما نيجي يعني سبع البرومبة، بكل احترامي لكم، انتم بتفكروا طلوع الطرف الثالث، الطرف الثالث بيفكر في خروجكم انتم، لكن الحبيب عاوز يدخل الطرف الرابع. الطرف الحبيب هنا دخل في علاقة جديدة، يا اما عمل خطوة رسمية في خطوبة او جواز، يا اما بيفكر في ترسيم جواز جديد. دي طاقته. هنشوف في القراءة ايه الجواز ده. البعض منكم ادخال طرف رابع، البعض منكم لأ، لانه البعض منكم هنا انتم متطلقين، فهو هياخد قرار لارجاع واحدة فيكم. هنشوف ايه اللي بيدور في دماغه ومين مع مين مقرر انه يتجوز، هل هو الطرف تالت او الطرف رابع او واحدة فيكم عاوز يرجعها للعلاقة. تمام. نيجي دلوقتي نشوف طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الثلاثة. الكارت الأول، الكارت الثاني، الكارت الثالث، أهو يلا. سبحان الله، أصحاب القراءة الأولى يا إما كلكم بتشاهدوا القراءة الثانية، يا إما طاقة أصحاب القراءة الثانية هي نفسها، يعني نفس الطاقة متكاملة. مش قلت لكم الطرف الثالث؟ أهو الطرف الثالث بيفكر إنه يفرق ما بينكم وما بين الحبيب، أهو يتوعد بالوعيد إنه يفرق ما بينكم وما بين الحبيب، لأن الحبيب بيفكر فيكم كتير ومحتار ما بينكم انتوا الاتنين. هو حاليا مايل ليكم في عقله وفي قلبه، لكن غير قادر في التحكم في تصرفاته، لأن الطرف الثالث بيعمل له أسحار الطاعة، سحر الطاعة. لكن انتم تنتظرون بفارغ الصبر الوقت اللي هتبدأ فيه الكارما، لأنكم بتدعوا ربنا كتير على إنه ينتقم ليكم من الطرف التالت ومن الحبيب، لأن البعض منكم هنا 20-25% باللي بيشاهدوا هذا الفيديو مش عاوزين رجوع الراجل ده أو الست دي، لكن عاوزين إنكم تذلوه، إنه يتذل ويرجع ليكم ويترجاكم. عاوزين تشوفوا اللقطة دي، لأنكم ياما عانيتم ياما تعبتم مع الشخص ده. تمام. نيجي نشوف دلوقتي العلاقة الثلاثية دي مجراها ايه مستقبلا. هل هيكون في خروج الطرف الثالث؟ هل هيكون فيه الكارما اللي انتم مستنيينها؟ سبحان الله، نايت اوف وانس، في حاجة هتحصل، في مراقبة شديدة وحاجة هتحصل. قلت لكم الحبيب بيفكر كتير، اهو بديت في بداية ونهاية حاجة. سبحان الله، نفس الكرت
اللي طلع في القراءة الأولى، رغم إني يعني غيرت نوع الكروت، نفس كارت برج الأسد اللي كان هنا مع كروت رايدر وايت. يعني كلامي مش كلام جايباه من دماغي، وعشان أقول لكم إنه فيه طاقة الأصحاب المجموعة الأولى، ما هم معانا هنا طاقة متكاملة القراءتين. تمام، ننزع ده من هنا عشان ما يظهرش لكمش حاجات كتيرة. يلا، القراءة بتقول ايه؟ الحاجة اللي شفناها في القراءة الاولى هي القراءة التانية بتكمل القراءة الاولى، لان هنا ظهر هيكتشف ايه حقيقة الحبيب بخصوص الطرف الثالث. الحبيب هيبدأ يشك في الطرف الثالث في تصرفاته وحركاته، لانه هيسمع مكالمة هاتفية ما بين الطرف الثالث وشخص ما على تحضير شعوذة، سحر، حاجة زي كده. فهيتتبع الطرف الثالث ويلقى انه بيعمل اعمال المقابر للتفرقة ما بين الازواج، التفرقة ما بين اتنين. ليه؟ لانه قبل ما يسمع المكالمة دي او المحادثة دي، الحبيب بتاعكم هنا او الحبيبة بتاعتكم حاسين انه يعني مقيدين، زي ما قلت لكم سحر الطاعة، مقيدين، ما يقدروش يدخلوا في اي علاقة او يقعدوا مع اي حد في علاقة الا مع الطرف الثالث. فالحبيب هنا بتاعكم الطرف الثاني هيعمل ايه؟ هيواجه الطرف الثالث بالخيانة بالدليل، ويعرف قيمتكم انتم بالذات. The Eight of Cups، انكم ياما حذرتوه ياما قلتوله، لكن في الاخر تعبتم وسبتوه. لكن في الاخر هو هيفهم كل الكلام اللي كنتم بتقولوه له. هيروفانت، كل الكلام النصائح اللي كنتم بتنصحوها له وكل الحلول اللي حطيتوها له قدامه، لكن ما كانش بيصدقكم زمان. امتى بدا يصدقكم؟ لما دخل طرف رابع في العلاقه، وبكل تواضع يعني بكل احترامي ليكم، يعني جرب معاه علاقه جسديه لكن لم يقدر انه يؤدي الواجب بتاعه ده، فشاف انه زي ما حصل معاكم حصل مع الطرف الرابع لكن ما حصلش مع الطرف الثالث. فمن هنا بدات الافكار تيجي عنده على انه لازم يفكر ايه السبب وراء الانفصال بتاعكم، ايه السبب وراء الاحداث اللي حصلت ما بينكم. فهيكتشف السر اللي هو سحر الطاعة وسحر الربط، وهيحاول انه يلقى معالج يعالجه، ويعرف ان الطرف الثالث هو اللي كان سبب في موت العلاقة ما بينكم وما بينه. زي ما نشوف الحبيب هنا، بصوا الحبيب هنا ماسك وردة والقبر هنا، بيبكي على العلاقة اللي كانت ما بينكم، وسبب اللي كان موت العلاقة هو الطرف الثالث هنا اللي عمل سحر التفريق ما بينكم انتوا الاثنين. بعد كل اللي هيعمله مع الطرف الثالث هيرجع الحبيب ليكم، وهيحاول يراضيكم ويواسيكم بكل حنية وطيبة على انكم تسامحوه على كل التعب اللي تعبتوه معاه، وقت ما كنتم تنصحوه، وقت ما صبرتم عليه، وقت ما يعني كل الحب اللي اديتهوله، لكن هو قابله وانت عملت ايه؟ يعني شفت الواحد لما يتعب بعدين في الاخر ما ينالش حتى كلمة شكرا، والانسان اللي تعبته عليه يقول لك هو انت عملت ايه عشان اقول لك شكرا؟ انسان ما يقدرش قيمة الحب والتنازلات والتضحيات اللي بيعملها إنسان اللي بيحب، مش هيحس بيها إلا بعد فوات الأوان وخروج الإنسان الطيب الحنين المكسور ده من حياته. وقتها هيعرف قيمته. وزي ما قلنا لأصحاب المجموعة الأولى، أنتم أدرى هل عاوزين ترجعوا ولا لأ للعلاقة دي. نيجي دلوقتي نشوف أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج
الحمل، برج القوس، برج الميزان، 80%، برج الثور، برج العقرب، وبرج الدلو، 60%، برج الجوزاء، برج الحوت، وبرج السرطان. أما 50% برج الأسد، برج الجدي، وبرج العذراء. ما تنسوش لايك للحلقة، الاشتراك في القناة إذا كنت جديد، وفي قناة تانية بتاعتنا الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. عندنا قناة على التيك توك، علم النفس، حل المشاكل وفضفضة. شكرا لكم وإلى الملتقى، مع السلامة.